غنقول لك اخويا هادشي كيحز في النفس حتى هنا وكاينين عائلات تيجيو هنا وفي امس الحاجه لهاد الطواليطات مي دوماج هما مجهزين ناضين ما كنستافدوش منهم ما عرفتش شنو علاش وشنو السبب علاش مسدودين بغينا هادشي اللي بغينا نعرفو ما بغيناش حيت اغلبيه ديال الناس دابا تتبغي تمشي للكافي انك انسان ولا مراه مزيره مازال الدراري عادي يقدر يمشي شي بلاصه فيها الخلا ما المراه مزيره هنا تبغي تمشي للقهوه ما يخليوهاش دابا السؤال المطروح علاش دابا هادو هما الطواليطات مجهزين علاش ما يحلوهمش الناس حنا في واحد امس الحاجه للطواليطات يكونوا سير تشوف هذا الكارتير عارف الناس كيجيبوا وليداتهم يخرجوا هادي خاص ضروري يحلوا هاد المراحل باش الناس ما عرفش شنو المشكل علاش مسدودين هذا هو السؤال المطروح اغلبيه ديال الناس كيخليو ما تيلقاش شوف تما كتلقى الناس يقولوا في الجناب ديال الطواليطات واش الطواليط هي محلوه هي مجهزه ناضيه دونك علاش واش الرائحه الكريهه الناس كتقول في الجناب ديال علاش ما يحلوش المواطنين يدخلوا ليها حنا كنتواجدوا في ساحه ماريشال اكبر ساحه في مدينه الدار البيضاء كيجيو ليها مجموعه ديال الزوار في المغرب كامل يعني كان واحد الخصاص كان المراحيض ما كانوش من بعد داروا هاد المراحيض هادو شي سيمو هادي يعني بواحد الميزانيه ضخمه بقينا كنتسائلوا ولكن ماشي هذا هو المشكل المشكله هي دابا الان كنبغيو نستعملوا هاد المراحيض ما كنلقاوش فين نبولوا دابا الناس كيبولوا في الاكستيريور انتما كتشوف واحد الشوهه كبيره على هذا خص يكون الحل في اقرب وقت علاش داروا هاد المراحيض باش يسير يستعملهم هما مسدودين علاش خصنا مراحيض تفتح الناس راه كتبول في الاكستيريور في الزنقه ما يجيبوا مرا ب 2000 درهم ولا 1500 درهم في الشهر حيت المغاربه هنا ما كيميزيش درهم كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش حاشاك تيبول على برا وهنا وليتي كتشوف رائحه خانزه لكن بحال هذا البروجي لا حول ولا قوه بالله لا هادشي ولا حنا كيضرنا حرام دابا انا ما كنستافدوش من هاد الطواليطات رائحه الكريهه كاينين الطواليطات اللي يديرهم جماعه سيدي بليود كتلقى مراه كتميزي درهم كتلقى النظافه مره مرة طواياج وهنا دابا راه كتجي عيني كيبداو يغرغروا